اتفضل هو دلوقتي بيجي قبل موسم القيد بيقول لك في رسوم قيد عن كل لاعب عن عقد الاحتراف بتاعه الرسوم دي بتوصل 2 و3 مليون جنيه اللي على النادي الواحد اذا ما دفعتهاش متسجلش. ما تسجلش ما ما يطلعلكش البطاقه ده. الله دي تفرق ايه <applause> رغم ان دي خلاف داخلي بيني وبينك بقى تجبرني ليه ان انا لازم اسدد لك واجدود لك وانا بقول لك ساعتها انا ليه عندك مستحقات؟ كويس؟ فتخصم جزء وتمهلني جزء وتعب... هذا كلام المسطره مش واحده. وتاني كل ما كنت بتيجي تقولي لي بقول لك واتحاد الكره مش ان يكون اب لجميع الانديه. الاندية. هو كده مش اب لجميع الانديه. هو اب للانديه اللي بيحبها. اب لحد ومرات اب للباقي. ب... واللي اللي بيحبها ها ها. هنا دخلنا في في كلام على فكرة أنا أرحب بأي تدخل يحول دون عقاب نادي مصري طبعا أدي المبدأ مم. كويس لكن عامل الكل كده بقى الاسماعيلي تبعت له 550000 ألف دولار من عندك لحد ما ربنا يسهلها له والأهل ياخد مستحقاته على لعيبته اللي في المنتخب عشان ما يخلفش هو رخ. والا الاهلي يبقى غلطان انه يسدد اي مليم بالظبط اذا كان عليه فلوس ما يسددهاش ساد... مش الاهلي تدل... كل انديه مصر اه بتسددوا ليه؟ اه انتوا بتسددوا ليه وال... والاتحاد الحمد لله ابوك هيدفع وخد آه. <تصحيح> آه. على عاتقه أسا... اقر مبدا جميل النهارده انه لا آه. رعايه المخالفات انا م... لا مش رعايه المخالفات يا ابراهيم بقى ما هو آه. ما انا عايز اخده بحسن النيه حبيبي انت ليه تملي عايز توصلني لخناقه انا مش عايز اتخانق انا مصدق ان الاتحاد بابا وماما خلاص آه. وبيحب الانديه ومش عايزه تتعاقد حب الانديه كلها والاتحاد دلوقتي بيقول لك مش عيب ان انا اقف جنب الزمالك والاهلي والاسماعيلي وسائر الانديه بانديه الدرجه الثانيه اي نادي متعثر يا جماعه يروح لبابا هيحل المشكله